سميتي ابو الوفي ايمن، انا ديريكتور دو كامبوس ديال لو اس ام بي ا في لاني 2020 2021، وهذا العام اول عام في جهه فاس ادخل هولج برايز للجامعه ديال سيدي محمد بن عبد الله. هولج برايز هي واحد البروغرام ديال لونتربرونيا سوسيال اللي كاين في العالم كامل، اللي كيهدف تشجيع الشباب على تنميه الحس المقاولاتي ديالهم. هذا العام تيم ولا تشالنج ديالنا هو فود فور جود، الغذاء من اجل النفع العام، وكيهدف تشالنج ديالنا اننا نحلوا مشكل اجتماعي وفي نفس الوقت ناسسوا مقاوله اللي تدخل الربح، تخدم الشباب، تعطي فرص عمل للشباب وتحل المشكل الاجتماعي ديالنا اللي هو الغذاء. هذا العام للاسف هتكون المسابقه عن بعد، وذلك الظروف اللي كاينه في البلاد ديالنا، اللي عندنا دابا 3 سيمانات كانت ممنوع فيها التجمعات، ممنوع فيها جميع انواع ليزيفينمون. داكشي علاش هاد العام ان شاء الله اختارينا ان ليفينمون ديالنا يكون اونلاين، ولكن هتكون فرصه للشباب ديال جامعه سيدي محمد بن عبد الله انهم يبينوا الحس ديالهم المقاولاتي والابداعي، ويبرزوا ان شباب من جهه فاس مكناس ومن مدينه فاس بالضبط عندهم القدره على انهم يخلقوا مقاولات ديالهم الراس. باش يدخل شي واحد المسابقه كان ان فورمولير اللي لايحينو في لاباج ديالنا فيسبوك وانستغرام، اللي كيعمر لي كوردوني ديالو، ومن بعد كيدخل يا اما بوحدو ولا مع الفريق ديالو. الفريق كتكون من 3 الناس مينيموم حتى 4 الناس ماكسيموم. المسابقه كامله كدوز فرق، يعني حتى الناس اللي كيدخلوا بوحدهم ما عندهمش دي زيكيب، كنحاولوا حنا مع الناس اللي معانا نلقاو لهم دي زيكيب مناسبين. كاين 2 اهداف، الهدف الاول هو تنميه الحس المقاولاتي عند الشباب وعند الطلبه، اللي عارفين ان الطلبه بامكانهم انهم يبدعوا في واحد المرحله ديال النضج اللي كتخليهم يأسوا مقاولات ديالهم ويبداوهم. وهالج برايز جات هنا باش اونكادغي هاد الشباب هادو وتخليهم يأسوا مقاولات ديالهم. الهدف الثاني هو حل المشاكل الاجتماعيه اللي كيعاني منها العالم كله، وذلك بتحقيق الاهداف 17 في مخطط التنميه المستدام للولايات المتحده. الطلبه ديال جامعه سيدي محمد بن عبد الله او الطلبه في العالم كامل يقدروا يستافدوا انهم كيتعلموا يأسوا مقاولات، كيتعلموا يخدموا على دي بروجي بطريقه لي بروفيسيونيل، وذلك عبر دي ترينينغ سيشنز ودي فورماسيون اللي كنديروهم حنايا ككوميتي دورغانيزاسيون، وكيديروهم حتى لي كوتش والترينرز اللي كنعرضوا عليهم باش ينظموا دي سيونس دي ترينين لي زيكيب كاملين. وكيقدوا وكيستافدوا عاوتاني انهم كياخذوا الثقه ديالهم. كاين اللي كيبدا اول مره يخدم في ان بروجي، اول مره يفكر يدير مقاوله، ومن هنا كيبدا المشوار ديالو، وان شاء الله علاش لا يكون مقاول كبير من هنا لقدام. كنبغي نشكر جامعه سيدي محمد بن عبد الله والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير على الدعم ديالهم اللي عطاونا باش ننظموا هاد ليفينمون هذا، وما خلاو حتى حاجة، عطاونا كاع الدعم باش اننا ننظموا هاد ليفينمون بنجاح. وان شاء الله هذه كتبقى اول اديسيون، كان الهدف ديالنا ان نعرفوا هولج برايز في جهة فاس، وان شاء الله لي زيديسيون جايين هيكونوا دي زيديسيون اللي هيكونوا بلو ديفلوبي وناجحين كثر. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.